أكد متظاهرو ثورة تشرين استعدادهم التام للخروج بتظاهرات في مختلف المحافظات العراقية إحياء للذكرى الثالثة للثورة، مجددين مطالبهم بإسقاط العملية السياسية والإطاحة بأحزابها الفاسدة. أضاف المتظاهرون أن الوقت قد حان من أجل التغيير السياسي الشامل بعيدا عن المساومات السياسية التي تحاول بعض الأطراف فرضها على العراق تحت مسمى التغيير، مشيرين إلى أن التغيير المنشود لم يتم إلا بإزالة المنظومة الحاكمة ومخلفاتها المتراكمة منذ نحو 20 عاما. يوم 11 المقبل 2022 حتما ستكون في بغداد، لأن المطالب سقف المطالب ارتفع أكثر. إسقاط النظام يعني هو الهدف، لأن هذا النظام الصراحة يعني انتوا شفتوا أكيد حتى بيت الكاظمي لم يسلم من القصف الميليشيات الخارجة عن القانون، فكيف المواطنين الأعزاء مثل أبناء تشرين الذين قتلوا بدم بارد في وضح النهار ولحد هذه الساعة لا يحاسب أي قاتل وأي قائد من هؤلاء القتلة الذين تسببوا بقتل أبناء شباب تشرين العزل. 11 قادم السنة الرابعة على تشرين، ومستمرين ومتهيئين على 11 إن شاء الله، وكل المحافظات متهيئة إن شاء الله. تشرين لم تنتهي حتى محاسبة كل خائن وكل مجرم. أين قتلت إيهاب الوزني؟ أين قتلت فاهم الطائي؟ نحن باقين على طريق إيهاب الوزني، قال هناك من الشباب من يكمل المسير، نحن نكمل المسير إن شاء الله من بعد أبو فهد وفاهم الطائي إن شاء الله. إن شاء الله ثورة تشرين مستمرة، وواحد عشر قادم إن شاء الله متهيئين وجاهزين إن شاء الله، والأغلبية المحافظات يعني راح تصير مركزية في بغداد، وبعض الشباب بالمحافظات إن شاء الله، وكربلاء لديها مظاهرات يعني قوية إن شاء الله. ثورة تشرين هي الثورة التي هزت رؤوش الطغاة، هي الثورة التي غيرت، وإن كان التغيير ليس جذريا ولكنها هيئت الأرضية للتغيير الجذري الذي سوف نراه في قادم الأيام. ثورة تشرين سوف تنتصر على الطغاة ولو بعد حين، كما قالها الشهيد القائد إيهاب جواد الوزني. ثورة تشرين هي بصمة عراقية عصية على المحو، عصية على النهاية. ثورة تشرين لم ولن تنتهي، ثورة تشرين ثورة شعب العراق.